كمان قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي تعيين لجنة فنية للنادي بتكون مسؤولة عن الأمور الفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. قرر كمان المجلس أن هو يشكل اللجنة الفنية برئاسة إسماعيل حفني وعضوية محمد وهبة وأحمد العجوز، وبينهي فريق الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل النهاردة يوم الاثنين استعداداته لمواجهة أنفي والمقرر ليها الساعة 3 إلى ربع عصر بكرة إن شاء الله يوم الثلاث على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. كمان طلب حسام حسن المدير الفني لنادي المصري بورسعيدي تقرير عن المصابين من طبيب الفريق، وطبعا عشان يحسم موقفهم قبل المواجهة المرتقبة مع المقاولين العرب في الدوري العام. بيعاني النادي المصري من وجود العديد من الإصابات ما بين صفوفه، يمكن أبرز المصابين مروان حمدي، عماد الدين أبو بكر، وعبد الرحيم الدغموم، وبيترقب أكيد الجهاز الفني للمصري بورسعيدي موقفهم من اللقاء اللي جاي، وبيستعد المصري لمواجهة المقاولين العرب الساعة 5 مساء يوم الأربعاء اللي جاي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز واللي بتجمع الفريقين على استاد السويس الجديد. مشاهدينا بكده بنوصل معاكم لنهاية فقرتنا المحلية، نطلع معاكم دلوقتي سريعا لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معانا.